سمعت بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه في قبره، أرجو توضيح هذا المعنى جزاكم الله خيرا. نعم، هذا ورد فيه حديث أن الميت يعذب بما ميت عليه مع قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. قد اختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص، من العلماء من قال معنى يعذب ببكاء أهله عليه أو بما ميت عليه أنه إذا كان أوصى بذلك قبل وفاته أوصى بأن يناح عليه وأن تشق عليه الذنوب، فإنه يأثم بذلك لأنه رضي بهذا الشيء قبل وفاته، كما قال الشاعر: إذا مت عن عيني بما أنا أهله وتشقي علي الجلد يا أم معبدي. فمثل هذا يأثم لأنه أوصى بذلك قبل وفاته فيكون راضيا به، ويكون الحديث محمول على هذا، على الذي أوصى. ومن العلماء من يرى أن معنى يعذب ببكاء أهله أو بما نوح عليه أنه يتألم بذلك، أنه يتألم بقبره بذلك، هذا معنى التعليم، تألمه من هذا الأمر. والحقيقة أن الواجب تبقى النصوص على ظاهره، وأنه يعذب بما نوح عليه، فيكثر هذا منع النياحة على الأموات ومنع سقط الديون على الأموات، لأن ذلك ينالهم منه العذاب وهم في قبورهم، في حين أن النائحين يظنون هذا من إكرامهم ومن بيان مقامهم وتأثير فقدهم، وأن الذي لا يناح عليه أنه ليس له قيمة، هكذا يقول لهم سيقول الإنس والجن، ولكن الواقع خلاف ذلك، وأن الميت يناله الضرر في هذا العمل لأنه معصية. فإذا علم أقارب الميت بهذا فإنهم يمتنعون عن النياحة، يقول هذا من باب الزجر لهم والمنع لهم من هذا العمل. جزاكم الله خيرا.